السلام عليكم. دي الحصة دي اليوم هنتكلم عن نشيد اسمه أيها العمال للشاعر أحمد شوقي. دي من الأناشيد أو من القصائد اللي احنا هندرسها في خلال الصف الخامس، فهي من الأناشيد بتاعت الحفظ أيها العمال، لأن إحنا ما نخاف من الأبيات الكثيرة دي، هي ما كثيرة لكن إحنا لو فهمنا معناها الحفظ هيبقى لنا شنو سهل. الشاعر أحمد شوقي شاعر مصري، وفي هذا النشيد أو هذه القصيدة بيتحدثوا بحث العمال على العمل بإتقان، فأي إنسان في الدنيا المفروض يا جماعة إذا عمل يتقنه، لأنه ربنا هيديه شنو عليه ثواب، ويزداد حبا ومكانة بين الناس. طيب نفتح الكتاب صفحة 33 نشيد العمال، يا ريت نتابع القراءة المزيلية مع بعض. نفتح صفحة كم يا جماعة؟ صفحة 33 بنلقى أن القصيدة بتاعت العمال، نتابع القراءة المزيلية. أيها العمال للشاعر أحمد شوقي. أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا، واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا، إن لي نصحا إليكم إن أذنتم وعتابا. أين أنتم من جدود خلدوا هذا التراب، قلدوه الأثر المعجزة والفن العجابة، وكسوه أبد الدهر من الفخر ثيابا، أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اختصابا، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا. أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا، أيها القادون كالنحل ارتيادا وطلابا، في بكور الطير للرزق مجيئا وذهابا، أطلب الحق برفق واجعل الواجب دابا، واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا، واجعلوا من مالكم للشيب والضعف نصابا. طيب أنا حاضرة تدوروا وراي، لأنه عشان نقدر ننطق الكلمات صحيحة. أيها العمال للشاعر أحمد شوقي. أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا، واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا، إن لي نصحا إليكم إن أذنتم وعتابا. أين أنتم من جدود خلدوا هذا التراب، قلدوه الأثر المعجزة والفن العجابة، وكسوه أبد الدهر من الفخر ثيابا، أتقنوا الصنع حتى أخذوا الخلد اقتصابا، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا، أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا، أيها القادون كالنحل ارتيادا وطلابا، في بكور الطير للرزق مجيئا وذهابا، أطلب الحق برفق واجعل الواجب دابا، واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا، واجعلوا من مالكم للشيب والضعف نصابا. ممكن تعملوا اختبار بسيط ليكم، كل واحد يحاول يقرا براه الابيات يرددها كم مره. طيب انا هنا هقوم اسهل لكم المعنى بتاع الكلمات، ونشرح الأبيات حتى يكون مفهوم القصيدة واضح.
طيب أيها العمال لشاعر أحمد شوقي، هنا يا جماعة بيقول أيها العمال، أي دي أداة بتاعت نداء، أداة نداء. هنا الشاعر بينادي منه يا جماعة؟ أيها العمال، بينادي منه؟ بينادي العمال. ماذا يطلب منهم؟ أفنوا العمر كدا واكتسابا. أفنوا بمعنى أمضوا، أفنوا بمعنى شنو؟ أمضوا أو بيتطلب الاستمرار، أمضوا في ماذا يمضوا؟ أفنوا العمر كدا واكتسابا. الكد هو الإلحاح في طلب الرزق، كدا إلحاحا. في طلب الرزق. طيب بعد المعنى يبقى لكم استقام، ممكن هسه الآن تترجموا الكلمات دي مع بعضها يطلع لنا معنى البيت. طيب هنا الشاعر يا جماعة قلنا بيطالب العمال أن يفنوا ويمضوا عمرهم ده، ويستمر هذا العمر في الكد واكتساب الرزق، يكونوا ملحين في طلب الرزق. الناس لأن لما تتاجر ولما تكسل ما حتعمل حالة، ليه؟ لأنه ده بعدين النتيجة بتاعته هتكون بالنسبة لنا سلبية. طيب نجي نشوف البيت الثاني، واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمسى يا بابا، يا بابا. طيب يا بابا بمعنى الجفاف والقف، جفاف والقفر هو شنو يا جماعة؟ اللي هي الصحراء، جفافا وغفرا، والغفار هي الصحراء وغفارا، جفافا جفاف وغفار. طيب واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يا بابا، يعني هنا يا جماعة قلنا شاعر البيت الأول بيطالب، بيخاطبهم ويطالب منهم أن يمضوا في حياتهم ويعملوا ويكونوا مصرين وملحين في شنو؟ في طلب الرزق. ويعمروا السعي ده بشنو؟ بأن يعمروا الأرض، وعمارة الأرض بتكون بشنو يا جماعة؟ بالزراعة، بالصناعة، تشييد المباني، إنشاء المنشآت اللي بيحتاج لها شنو؟ الإنسان في حياته. يبقى الناس إذا هي ما سعت وألحت في إنها تطلب الرزق حتصبح لنا الأرض شنو يا جماعة؟ تصبح لنا جافة وزي الصحراء، يشبهها لنا في شنو؟ في خلوها من الحياة، كأنها هي صحراء لأنه ما في إنسان بيعيش في الصحراء. وعمروا الأرض فلولا سعيكم، إذا نحن ما سعينا وعمرنا هذه الأرض هي حتصبح شنو يا جماعة؟ حتصبح لنا خالية من أي شيء. طيب هنا بيقول لنا شنو؟ إن لي نصحا إليكم إن أذنتم وعتابا. النصح هي شنو يا جماعة؟ النصح هي النصيحة، نصح هي النصيحة. والعتاب هو شنو؟ اللوم. العتاب هو شنو يا جماعة؟ اللوم. اللوم. إن لي نصحا إليكم إن أذنتم وعتابا. هنا الشاعر يا جماعة جمع لنا بين النصيحة واللوم. أنا لما نجي أنصح زول بلومه، لكن ما بلومه بالطريقة تخليه هو ينفر مني، بداله في صورة بتاعت نصيحة ولين وعتاب خفيف، إنك أنت بينك أنت هو مقصر. هنا الشاعر جمع لنا قلنا بيدعوهم إنه يعمروا الأرض بالزراعة بالصناعة، ولو هم ما سعوا هذا السعي هم يا جماعة شنو؟ بتصبح الأرض في حاجة لإنها زول يعمرها. أما البيت الثاني ده جمع لنا الشاعر قلنا بين النصيحة وبين العتاب، لأنه يريد الأمرين من شنو؟ بيريدوا من منهم؟ من العمال، عشان يا جماعة لو ما عمل كده ما بيقدر يهزهم داخليا عشان يندفعوا ويقوموا يعملوا. فالإنسان مرض بيحتاج لحاجة تهزه عشان هو يقدر يعمل، ولما يعمل بقول له يا أخي أنت الفلان فلانك ما عمل وعمل، أنا أقوم شنو؟ اتهز من جواي، هو ما أحسن مني والناس كلها واحد. وأي حاجة البشر إذا لو عمل أي إنسان حاجة
وفي إمكانك إنك أنت تعملها ممكن تعملها، ما في حاجة مستحيلة طالما هو عملها بشر مثلك. فهنا يريد إنه يهزهم داخليا من نفسهم على الأشياء اللي هم ضيعوها في زمن المضى. ليه؟ لأنه في البيت التاني يقول أين أنتم من جدود خلدوا هذا التراب؟ بيسألوا عن شنو؟ عن جدودهم. لأن أنتم وين من الجدود السابقين اللي هم شنو يا جماعة خلدوا هذه الأرض بانتصاراتهم وبفتوحاتهم وعمروها واعتزوا بها وضحوا من أجلها وحافظوا على هذا التراب وعلى هذه التضحيات. وهؤلاء الأجيال عملوا قلدوه الأثر المعجزة والفن العجابة. هذا الوطن قلنا قدموا فيه التضحيات وقلدوه شنو الوشاح بتاع الانتصارات ووشاح بتاع التقدم والعمارة اللي هم شنو عمروها هؤلاء الأجيال. عشان كده هو بينصح العمال حاليا أساسين شنو يشوف نفسهم هم وين، وأجيال زمان كانوا بيعملوا شنو يحزوا حسبهم أو يعملوا زيهم حتى يصيروا في موكب بتاع شنو التقدم. وكسوه أبد الدهر من الفخر ثيابا. طول ما هم عايشين الدهر اللي هو بقصد الزمن هؤلاء الأجداد، طول ما هم عايشين غلدوا هذا الوطن بالانتصارات والفخر. يعني هو فصل لنا الفخر كأنه ثوب يلبس. الفخر هو الاعتزاز بالوطن بتقديم التضحية ومن أجل الوطن والافتخار به، ويقدم له النفيس من شنو من حياتهم حتى يصبح هذا الوطن عاليا. فهم هذه الانتصارات وهذه العلوم اللي هم وصلوا لها بقت كوشاح ظاهر بشنو يشار إليها في هذا البلد. طيب هم عملوا شنو؟ أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اقتصابا. أتقنوا الصنعة، الصنعة اللي هو شنو يا جماعة؟ العمل، الإتقان في العمل. يعني الإنسان لما يعمل عمل يتقنه. ليه؟ لأنه ربنا شنو؟ إذا ما في إنسان شايفك لكن ربنا شنو؟ شايفك وحاسبك. حتى أنت قراءتك لما تقرأ بإتقان ربنا بيوفرك، لكن ما تزال إقرأ بس على الماشي. كل ما تقرأ بإتقان وتقيف وتثبت كل ما ربنا شنو يديك سواء برضو عليه. أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اقتصابا. أخذوا الخلد اقتصابا بيقصد من شنو؟ إنهم شنو يا جماعة؟ أخذوا الأثر والذكر، وإن ماتوا أصبحت شنو؟ ذكرياتهم خالدة وباغية لما تركوه من شنو؟ من علم، من فتوحات، من تضحيات. دي كلها قاعدة ليه؟ لأنهم أخذوه بقوة، أخذوا الاقتصاب اللي هو أخذ الشيء بقوة. هم أخذوا الخلد والبقاء على هذه الأرض بقوة. ليه؟ بالعلوم اللي وصلوا لها، بجهودهم، بالتضحياتهم اللي قدموها لوطنهم. طيب نجي نشوف البيت بعده. إن للمتقن عند الله ثواب. انت لما تتقن اتقانه بيرجع لنفسك، لكن برضه شنو ربنا بيديك له عليه شنو ثواب، بيديك عليه شنو ثواب. يدعو الشاعر العمال انه ينشر يا جماعه الاتقان في العمل، لانهم باتقان في العمل ينالون رضا الله. بينال شنو؟ رضا الله سبحانه وتعالى، وربنا بيكرمهم بحب الناس اليه. أتقنوا يرفعكم الله ويرفعكم جنابا. يرفعكم جنابا بمعنى شنو يا جماعة؟ يرفعكم جنابا يعلي شأنه. يرفعكم جنابا يعلي شنو؟ يعلي شأنكم ومنزلتكم، يعني الإتقان ده مو حاجة سهل، هي شنو بتعلي شأنكم وبتعلي مكانتكم. أتقنوا يحبكم الله ويرفعكم جنابا. أيها القادون كالنحل ارتيادا وطلاقا. القادون الزاهبون صباحا. القادون
الذاهبون صباحا. طيب هنا الزمن ما حنقول اللي زمن الحصة، حنجيب حدث الغادون ونحاول نكتب في كراسة العناشين النشيد مع الكلمات لأنها في الكتاب بعد ما مكتوبة. شكرا جزيلا.